قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى سلطنة عمان الشقيقة اليوم، وذلك لتقديم واجب العزاء إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الشقيقة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، وذلك في قصر العلم بالعاصمة العمانية مسقط. يرافقه حفظه الله سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وعدد من أصحاب السمو والمعالي من كبار المسؤولين. كما قدم سموه تعازيه ومواساته إلى أصحاب السمو كبار أفراد العائلة المالكة، داعيا سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم العائلة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يوفق جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من الخير والنماء لسلطنة عمان الشقيقة. واستذكر سموه ما قدمه السلطان قابوس طيب الله ثراه من جهود في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، منوها سموه بإسهامات جلالته عبر مسيرة حافلة بالعطاء كان لها بالغ الأثر في بناء نهضة وتقدم سلطنة عمان الشقيقة وما تحقق لها من منجزات تنموية شاملة عبر مختلف الأصعدة. من جانبه عبر صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان حفظه الله ورعاه عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له على تعازيهم الخالص ومواساتهم الصادقة، داعيا المولى القدير أن يجنبهم ومملكة البحرين كل سوء ومكروه.